نتكلم حضرتك في جزء عن النشاط الرياضي والالعاب الاخرى. احنا دايما بنقول هي كرة القدم هي التورتايه بتاعت النادي الاهلي، لكن كمان احنا هنا في البيت الكبير كان عندنا بطولات كتير، بطولة الطايره وبطولة السله، كانوا موجودين معانا رجال وسيدات. فكلمنا برضو عن النشاط الرياضي ورؤيتك او رؤيه مجلس الاداره للنشاط الرياضي في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. تمام. طبعا اختلفت القصص في النادي الاهلي وفي مصر كلها من حيث المصاريف والانفاق على النشاط الرياضي، زي ما كنا بنتكلم، لان عقود اختلفت سواء لاعبين او اجهزه فنيه او خلافه يعني فبقى القصه بقت فيها كم مصروفات وانفاق جامد. وفي نفس الوقت النادي الاهلي عندك حاجتين، انت متعود دايما تبقى بطل في كل الالعاب. يعني شخصيه النادي الاهلي من الـ يعني الطفل اللي موجود في النادي هو متشبع بكده، ان انا لازم ابقى الاول يعني. فملف النشاط الرياضي عندنا في العاب فرديه الحمد لله حصل فيها حاجات ممتازه جدا، يعني في سواء جمباز سواء سكواش في قاعده بتتعمل جديده جدا جوه، من سواء في الناشئين او كبار، وان انت من جوه النادي تعتمد على تغيير السياسه اللي هي ابناء الاعضاء، وما تخش مميز الا ما خدش من بره الا المميزين بس. فدي بتغير خالص من القوام الموجود في مستقبل الاهلي كمان. الجمباز معمول فيها شغل وميداليات غير طبيعيه، يعني ممكن حضرتك يعني طبعا يعني الناس تسمع تسمع الارقام وتعرف على مستوى كمان الالعاب الفرديه والجماعيه. يعني هيك في الفرديه وفي جماعيه وفي حاجات فيها طبعا محتاجه ان احنا نزود فيها شغل اكتر يعني. طيب اتفضل. في العاب القوه تقريبا شبه سيطره كامله عليها النادي الاهلي، حلو قوي. الميداليات بطوله القاهره، الدرع، الكاس، خلافه. السباحه بطوله منطقه القاهره والجمهوريه والدرع العام للسباحه، سيدات ورجال، كل ده النادي الاهلي هو مكتسب الحمد لله مستحوذ على كل البطولات دي. تنس الطاوله سيطره على كل البطولات سيدات ورجال. التنس الموسم المنتهي فوزنا الحمد لله بدوري السيدات، وما ننساش الانجاز اللي عملت له بنت النادي ميار شريف طبعا. يعني هي خسرت في الاخر من مصنفه رقم 4 في العالم يعني. طبيعي. فانجاز طبعا بيحسب لها يعني. السكواش زي ما قلت لحضرتك وكده، ان احنا غيرنا الاستراتيجيه بتاعت اللعبه نفسها. كره المايه لوتر بولو، السنين اللي قبل كده كان في انديه معينه بس هي اللي بتنافس، انت كنت بره القصص دي يعني. كان هليوبلس الجزيره ده في الوتر بولو. بالظبط كده. الحمد لله دلوقتي انت مهيمن تقريبا شبه مهيمن على كل البطولات الموجوده بتاعتها. مؤخرا كسبنا الكاس والدوري حاليا بيستكمل يعني، وبننافس على البطوله مع الجزيره. ده وتر لغايه دلوقتي ده الوتر بولو. بالظبط كده الوتر بولو. بالاضافه للتفوق اللي حاصل فيها في قطاع الناشئين في النادي يعني. الطايره انت محقق العلامه الكامله رجال وسيدات الحمد لله يعني. يعني رجال كسبوا البطوله العربيه والدوري والكاس والدرع العام للرجال. صحيح. السيدات الدوري والكاس والدرع العام. الفوز بقى بالدرع العام ده بيطمنك على مستقبل اللعبه، لانه في الالعاب الجماعيه الدرع العام مرتبط بالناشئين. بالظبط كده. اللي هو بتجمع نتائج من تحت 10 سنين لغايه 18 سنة. المجموعه بتجدد ده بيطمنك على المستقبل اللعبه نفسها. مستقبل دعمنا مش هتسيبوا اي بطولات لاي حد تاني الناس كده بقى يعني دعمنا كده دعمنا باجهزه فنيه فيها اسماء على فكره ذات قيمه، وخصوصا حتى في قطاع الناشئين. يعني في قطاع الناشئين جايبين اسماء كبيره قوي في اللعبات عشان تبني قاعده كويسه للنادي يعني. على فكره بالنسبه للطايره، للسيدات الطايره، المجلس الاعلى للرياضه في افريقيا اختار احسن فريق جماعي في افريقيا هو فريق سيدات النادي الاهلي. فعلا. اللي كان مشرفنا هنا بالظبط. كانت حلقه جميله نشوفها. الله يخليك. ده بخلاف طبعا انجازه في الموسم الماضي ان هو حصل على بطوله افريقيا. الفريق ده للمره 24 على التوالي بياخد بطوله الدوري، لدرجه ان يعني من خلال النشاط الرياضي حاليا في النادي بيجمعوا المستندات عشان يدخلوهم موسوعه جينز، لانه للمره 24 ده 24 على التوالي، انه 24 مره ياخد تمام متواليه يعني. السله انت كسبت الدرع العام رجال وسيدات، وده برضه بيطمنك على المستقبل. على المستقبل وعلى الناشئين وعلى الالعاب الاخرى كمان. انت مش عمومي سيدات السله حققنا دوري المرتبط والسوبر، وافريقيا خدنا برونزيه، ودي الاول مره في تاريخنا كسيدات اول ميداليه افريقيه سيدات كرة السلة رجال،
واخد مرتبط في المرتبط الثالث وكاس مصر الثاني والسوبر الثاني. طبعا لينا كلنا تحفظات طبعا على الكلام ده، هو هي نتائج غير مرضيه، بس بالنسبه للسنتين اللي فاتوا هو في تطور، لكن انت متعود كنادي اهلي انك تبقى الاول. صحيح. يعني لو قارنتها بالسنتين اللي فاتوا بقى في تقدم ملحوظ في ايه بعد التدعيمات اللي حصلت بصفقات كبيره، وبعد ما انتهيت الموسم ده برضو عملنا صفقات. كان الفترات اللي فاتت كان في انديه كتير يعني بخلافنا بتتنافس، يعني ما كنتش احنا انت وصلت السنه دي وانت بتنافس على يعني احنا كنا بعيد عن المنافسه يعني، وبعدين احنا والاتحاد بالظبط يعني قبل كده ما كانش فيه ده حقيقي. فده لا ينفي طبعا ان لا الكلام ده مش مرضي لينا، والمفترض ان شاء الله ان القصه بس دخلت تتحسن عن كده بكتير، لكن كنادي اهلي لا ما بيريحناش يعني انت دايما تلعب على ان شاء الله يعني بالتدعيمات القائمه حاليا بكده ان شاء الله هنوصل. طب بمناسبه السرد اللي حضرتك دلوقتي يعني سردته ده، احنا بنتكلم عن فكره يعني حصاد النشاط الرياضي، حصاد النشاط الرياضي في النادي الأهلي مهم جدا على مدار الفترة اللي فاتت، يمكن حققنا في على مستوى ألعاب كتيرة جدا طفرة صحيح يعني مش نتائج مرضية بالنسبة للنادي الأهلي زي ما أستاذ طارق قال، ولكن أنت يعني خلاص دخلت الطريق. عشان ما اظنش باين في لعبات حصل فيها طفرات طبعا هي بعض الالعاب الصغيره لسه زي ما قلت، بس هطلق برضو الهاند بول يعني كره اليد في النادي عند قطاع الناشئين نتائج مرضيه، كسبنا حق الدرع العام مقارنه بالسنين اللي فاتت برضو يعني، انما الفريق الاولاني لا، واتغير الجهاز الفني وبيحصل تدعيم للفريق ورجعنا فيه كابتن طارق محروس وده واخد على يعني برونزيه العالم مع منتخب مصر يعني في شغل هيحصل يعني في حاجات محتاجه ان انت وده مهم تعمل فيها تطوير ما تتكلمش ونقول حياه ست القاب لا، وبعدين الهاند بول انت لسه في الملعب يعني ظروف الكورونا على فكره الموسم بتاع الهاند بول لظروف الكورونا الموسم الجديد ابتدى والقديم فاضل فيه ماتشين فاحنا بدانا مش عيب حتى لما يكون في دفوف متبقي في لعبه معينه يوم 11 11 هتلعب الماتشين الباقيين، لو كسبتهم هتلعب مع الزمالك ماتش فاصل.